اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، ان الله تكونوا كامل لاباس. جمعه مباركه. اليوم رانا عند الفينا ستايل في العلمه في بلعلا في المسجد فاطمه والميلينا جروب في نفس الخط اللي فيه طبيب العيون بقات والامال ديلمي اللي تبيع باش تصدرها. شوفوا اليوم اللي راه العرض اللي راهي مديرته الفينا ستايل اسبوع هذا عرض خاص غير بالحجابات. نركز لكم عن حجابات، في اخر فيديو راح نقول لكم حوايج اخرين. حجابات الفينا معروفين ومشهورين، كاين ناس يلبسوا غير حجابات الفينا لانه مستورين ومخدومين مليح بيان فيني، خاصه الاساتذه واللي يحبوا اللباس محترم هكذا ديما تلقاهم كليونت بزاف عند مدام ناديه. وحجابات الفينا حجابات الفينا عاده اسعارهم ديما فوق المليون. جامي في حياتي شفت قبل يعني سنوات حجاب الفينا رخيص، لانهم كاش يقولوا نوعيه مليحه، ما يحبحبو ما يشربو ما يفسدو، يبقاو هما نفس الحجاب هذا يبقى. هذه هي الكارونتي اللي كاينه في لامارك الفينيل، حجاب يعيش يقعد حتى نهار تمديه سينو طايشي يبقى كيما راهو. هذا هو شعار لامارك، ما يفسد ما يحبحب ما يصرى له حتى حاجه. العرض اللي مدارته المره هذه انه مدير الحجاب اول موديل نبداو به ولا ارخص موديل في الحجابات هو هذا الموديل، عليه عرض خاص. هذا موديل شوفوا كيف راهو جاي هكذا حجاب في البلون وكاين نفسه في الروج. الموديل هذا راهو فيه لي طاي، كاين 38 42 حتى ال 48. هذا تصوروا يعني في راسكم قداه سعره. هذا راهو غير ب 200 الف. شوف ما يجيبش حق الخياطه، الخياطه تخيطوا لك ب 200 بلا ليكسيسوار تاعو لي بيرل بلا حوايجو بلا الفينيسيون تاعو. شوفوا كيفاش مفيني خدمه يعني بالطبع. هذا راهو 200، كميه ماهيش كبيره بزاف. بالنسبه لباقي الحجابات شوفوا الفيديو هذا تقريبا خاص غير بالحجابات الفينا. حجابات الفينا كما تعرفوا اسعار لامارك الفينا ديما كما نقولوا حجاباتها من 1600 وطلع، سما ما عندهاش حجابات رخاص. هي جابت الحجابات على مارك الفينا كامل، راح ادي لكم عليهم عرض يعني كيفاش يقولوا شامل بالنسبه اللي يخص كل الموديلات الحجابات وكل يعني نظن اسعارهم 500 اقل سعر كان عندي 1600. الناس كلها اللي طلبوا اللي راهو 1600 هم يعرفوا سعرها. خاص 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 جدا، اول مره في الالبينا في الحجابه ندير هذا السعر. اول مره توصل السعر الى 500 شويه لي طاي بركم ماهمش ديسپونبل. اخي كنت معكم صريحه 100% اصحاب 38 خصوص اصحاب 38 40 42 حتى ال 44 راهم ديسپونبل. نعطيك مثال بسيط مره عروس شوفي الله يبارك شتي شوفي كتسانة راهو جودة شوفو. كاين الموديل هذا ثاني يعني تحيز ديما نشتي من الدراري، نظن هذا من اجمل الموديلات اللي معروضه اليوم او ما يبانش راه كيعود ملبوس باش يبان روعه. هذا يعني راني نعيط للعرايس نتاع الصيف هذا باه يشري ويديري فينا جهاز البسي اخرتي اعقدي. شوفي النوعيه شوفي لاكاليتي، كون تلقاي خيط الرحلك. هذا انا طايتيه واش كاينه فيه من 34 من 38 لل 44 اي موجود حتى ال 44 وال 44 تلبس حتى ال 46. اها شوفي لهنا ثاني نزيد نعطيكم هذا في ليكسبوزيسيون او كاين الغوص تاعو كاين الكروفيت تاعو. شوفي الله يبارك هذا الغوص تاعو لي طاي فيه حتى في الراس كاين. هذا نظن نفس الستيل هذا ويشب مش كيف كيف هذا مع هذاك واحد ما يشبه الخور. حطي تتابع عليه هذا شوفوا الموديل هذا حسب نعرفوه مع هذا. هذا فيه لاكابيش هذاك فيه لاكابيش. شوفوا دوك لبسوها باش تبان مليح. شوفوا الفيرميتير تاعو هذا 500 كلش. واش فيه لي طاي؟ السلام عليكم. ايضا شوفوا الموديل هذا شوفوا هما الموديلات انا ما صورتش كلش، على الاكثر تلقاني مصوره 6 ولا 7 موديلات فقط. هي بصح عندها عشرات ولقيتها هي كما نقولوا ولي معاها راهم يوجدوا في الصول تاع غدا نسمى السبت يبدا راهم يوجدوا. راح تلقاهم جبدوا موديلات جديده وحطوها ونظموها المحل راكم تشوفوا فيه مازال ما كملوهش كمل قد فقط. حبيت نعلمكم بلي غدا راه مفتوح المحل اليوم كامل من 7 تاع الصباح حتى المغرب يعني فاتحه يوم كامل مدام ناديه. حجابات او المحظوظات خاصة المرة هذه هما صحاب 38 40 42 لي طاي الصغار. بالنسبة لي طاي الكبار ما تتحيروش، ايضا كاين موديلات خاصة غير من لصحاب لي طاي الكبار. شوفوا حجابات كيما هذا شوفوا سعره كان 1390
راهو ب 500 في لامارك ألفينا، خاصة العرائس يعني هما شوية هكذا كي تشوفوهم ما يعجبوكم، بصح كي تلبسوا وتقيسوه ويجيكم سير طاي وقدقد ومسطور وشيك وبيان فيني ب 500 سما يولي السعر مليح. 500 يعني كي تحبي تشري كتان مليح وخياطة مليحة راح ما يخرجكش الرقم هذا نهائيا. العرض هذا ماهوش دائم، لمدة أسبوع فقط. الكميات راكم تشوفوها ماهيش كبيرة، من كل موديل كاين حبات فقط. مرحبا بكم 58 ولاية. غدوة المحل قلت لكم 7 تاع الصباح يكون فاتح، راح نقلي لكم صفحتهم في صندوق الوصف، تابعوهم. ممكن يعاودوا يديروا لكم لايف ولا يديروا لكم تفاصيل أخرى، أي معلومة راسلوهم في صفحتهم في فيسبوك. شافوا أيضا انواع بزاف، هي اذواق، كاين اللي يحب حاجه سامبل خلاص، ونظن انه هادو السامبل هكذا ماهمش يبانو، يبانو لكم شويه ناقصين مش باهيين، بصح كي تلبسو يبانو. وكاين اللي شويه فيهم لي بيرل، كاين الالوان الفاتحه الالوان الغامقه، احرار يعني عندكم حريه الاختيار. سامحوني على صوتي، راني بحيحه، لا غريب قتلتني، راني غربت تيزانيت، لا غريب حاده يعني، واني نشوف فيها فيسبوك كامل المرضى راهو طايح تاع لا غريب. ربي يستر ان شاء الله وتروح سلامات وتكون خفيفه. وفقط شوفوا الموديل هذا بلي بيرل، شوفوا كاين موديلات بالفيرميتير، كاين بلي بوطون، كاين اللي كيما يدخل طول كيما نقولوا كي شغل جلابه هكذا خفيفه، كاين اللي معاه لا كابيش، كاين ليلى، كاين عروض خاصه يعني. ايضا كاين اللي يحب السلطه 50 تاع 100000 تاع 200، راهو كاين بسلع جديده مستمر، غدا تلقاو كلش. انا فقط قلت لكم كي رحت تصور البارح بالخميس لقيتهم مزال وما حطوش كلش، مزال وما نظموش، لقيتهم في مرحله التنظيم، ثم مزال وما ديكوريوش المحل مليح، ما حطوش السلعه كامل. حاولت فقط ندير لكم فيديو خفيف باش نعلمكم بلي غدا نبدا العرض هذا. كاين حوايج غير ب 50، كاين حوايج غير ب 100، كاين حوايج ب 150 200، وكاين الحجابات الفيناس 500. بالنسبه لصحاب لي طاي الكبار كاينه الفينا من 50 وطلع حتى ل 5 6L، تلقاو دي طاي الكبار في لي موديل هذو اللي راكم تشوف فيهم. هذو الموديل راهم ب 800 ماشي ب 500، تاع لي طاي الكبار على بالكم سما يديو كتان ضعف لعاد الموديلات الاخرى تدي 300 درات، هذو ممكن حتى ب 500 درات. المهم هذو راهم ب 800000، سما كاين اغلبهم يعني ب 500، وكاين موديلات هذو تاع لي طاي الكبار ب 800. لا مارك ديما الفينا كيما راكم تشوفوا فيهم، الكميه ماهيش كبيره بزاف بزاف، بصح عندكم لي شوا، عندكم لي شوا بزاف، ما هو موديل، ما هو زوج، ما هو 10، ما هو 20، بزاف الاختيارات. هذو قلت لكم غلي لقيتهم شويه كشغل بداو ينظموا فيهم، لكن مازال كميات كبيره ماهيش منظمه. قلت لكم عروض 100 راهي متواصله، كاين لي جيب هذو تاع الجين يجيو هكذا طروكار بالطرز بيان فيني يعني، هذو راهم سولد ب 100000 بلي طاي كامل. شوف هذا جيب لي عشاق يعني، لي جيب تاع الجين، كل وحده عندها حريه الاختيار وين تلبسها، كل وحده كيما نقولوا كي تشوفها تعرف هي وين راح تلبسها يعني. وكاين ايضا لي جاكيت تاع الخريف، بما انه دخل الخريف وبدا البرد كاين لي جاكيت هذو، لكن الكميه كيما راكم تشوفوها قليله. هذو راهم سولد ب 150، جاكيت هكذا طويله طرواكار بالفيرميتير، هذو 150 فيها الالوان بزاف يعني، لكن الكميه ماهيش كبيره بزاف. دوك نصور لكم الالوان اللي فيها تختلف يعني، فيها بزاف بزاف، كاين اللي تجي سامبل، كاين اللي تجي هكذا مزركشه شوي بالفيرميتير. شوفوا هذا البلو، هذو لي جاكيت ذكرت لكم انه السعر 150. والمفاجاه الكبرى اللي خليتها لكم في اخر لا فيديو هي هاد لا ليكيت اللي دارت ضجه صنع عند محل الفينا، تقريبا كل البنات شراو منها، تخيلوا بقداه رجعوا سعرها، هو بونيس ولا هديه لمشتركاتها يعني ولا لي كليون فيديل تاع محل مدام نادية الفينا ستايل. شوفوا هذه رجعت غير ب 50000 فقط، فيها لي طاي وفيها لي كل، الكميه ماهيش كبيره لكن غير ب 50000، ثم سعر رمزي جدا جدا، نوعيه مليحه بيان فيني، كتنها بيرت صيفيه اكيد، تقدروا يعني تخبيوها من العام الجاي. هذه راهي السولد غير ب 50000 فقط، تشوفوا شبهيه. كاين ايضا واحد لاليكيت ولا واحد العفسه هكذا، ما لازمها شوي ذكاء، هذه ممكن تلبسوها في الدار مع فيزو، ممكن مع سروال جين، ممكن تاع بحر، المهم عندها بزاف بزاف. شوفوا هكذا ما تبانش مليح، هذه سعرها رجع ب 50000 ايضا، هذه راهي سولد. كاين حوايج ما صورتهمش ب 100، كاين ب 50، كاين ب 150، راهم ينظموا فيهم يعني، صباحا
كي تروحوا راح تلقاو المحل جاهز بكل اسعار والصولد والعروض اللي كاينه الاسبوع هذا قبل الغلق المؤقت، لانه المحل قلت لكم راح يغلق مده. شوفوا هنا لابس تاع المانكا، شوفوا هنا ممكن تبان احسن. هذه راهي غير ب 50000، انا شريت منها يعني نلبسها في الدار، عجبتني جاتني هكذا مميزه ورخيصه، سعر رخيص بزاف. تغيير كان نوع من البيجامات نبدل بهم تغيير. كاين ايضا موديل تاع روبا باهي ب 100، دوك نعسلكم. هذا هو موديل بذرعين، جاي الستيل هذا تاع الكول تاع الثمانينات اللي يحب الايبسه هكذا. هذا راهو غير ب 100000، فيه لي طاي وتجي هكذا روبا طروكار بذرعين. نشوفوا الكول تاعها كيفاش يجي. كاين ايضا لا ليكيت هكذا ولا روبا تاع الجين، هي ليكيت جين ايضا غير ب 100، نوعيه الجين ممتازه. ها هي لكم، هذه راهي ثاني غير ب 100000. نتمنى لا فيديو يكون فاتكم، ما تنساوش انه العرض هذا يبدا من غدا السبت باذن الله. المحل راهو يفتح قلت لكم يوم كامل، المحل في بلعلة قريب من مسجد فاطمه. ليكيت هذو ايضا ب 100، طروا موديل هذو الاولين. لي جاكيت قلت لكم 150. كاين حوايج بزاف بزاف ما صورتهمش، تابعوهم في صفحتهم فيسبوك وتابعوهم يعني، ولا غدا كي تروحوا راح تلقاو كل شيء منظم وواجد. انا ركزتكم فقط على الحجابات، لانه كل مره نحط لكم لي ليكات والعفايس تاع الفينا يقولوا لي وقت دير لنا السولد في الحجاب. هذه المره قررت انه ندير السولد في الحجاب تاع الفينا، لعشاق حجابات الفينا يغتنموا الفرصة خاصة العرائس. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، مرحبا بكم 58 بداية. إذا كان راكم تستفادوا من القناة بارطاجيو الفيديو وخليو لي